تكنوماكس، معلومات هتغير حياتك. يلا هبدأ نتكلم عن تكاثر نبات اليوكا. نبات اليوكا نبات قوي يتحمل معظم الظروف الخارجية اللي مفتوحين بيه، يعني يتحمل ان هو يتزع في ظل، يتحمل ان هو يتزع في شمس، ممكن نزعه جوه البيت وممكن نزعه بره البيت. التكاثر بتاعه سهل جدا، مش محتاج رعاية، مناسب جدا للمبتدئين. اليوكا انواع كتيرة، ممكن احنا هنا اخترنا نوع سهل، الشوكة بتاعته مش قوية. في انواع تانية اسمه اليوكا الابرية، الشوكة بتاعته قوية جدا، مش مناسب ان احنا نزعه لو مكان فيه اطفال، فاحنا يعني ده انسبهم. نبات اليوكا لو احنا زرعناه جوه البيت بنزرعه في تربة صناعي بيتموس، بتكون هي المفضلة. لكن لو زرعناه بره البيت بنزرعه في تربة عادية، بره البيت ممكن يوصل طوله ل4 متر، وبيبقى الساق بتاعته ممكن تبقى سميكة ويبقى شبه أشجار يعني. لكن جوه البيت مبيوصلش للطول ده. ممكن شكله جميل، يعني لو اتزرع في البيت بيبقى شكله حلو ولون أخضر. نبات اليوكا هنا خدنا عقلة جانبية وشيلنا الأوراق الزيادة. ليه بنشيل الأوراق الزيادة؟ لأن الأوراق الزيادة دي هتعمل نتح فهتفقد مية، والنبات لسه مكونش الجذور بتاعته، فبالتالي ممكن النبات يموت قبل تكوين الجذور. فعشان كده احنا بنشيل الأوراق الزيادة بحيث ان احنا نسيب مجموعة ورق صغيرة خالص مع النبات لغاية لما يكون الجذور بتاعته. في حاجة تانية، ان احنا من بعد الزراعة المفروض نحطه في مكان مظلل، عشان برضو عبال الفترة ان هو يكون جد يكون النبات مفقدش مياه كتير. في حالة ان احنا ناخد، يعني احنا زرعنا عقلة جانبية هنا والنبات قصناها زي ولدة يعني من النبات، في حالة ان احنا قطعنا العقلة الطرفية ساعتها مش هنقدر خالص. النبات الاصلي اللي احنا قطعنا منه العقلة الطرفية هيكون نموات تانية، ممكن يطلع نمو يعني 2، بدل النمو الواحدة هيطلع 2، ممكن نقصها السنة اللي بعديها وهكذا. انسب وقت ان احنا نعمل فيه قصة قطع العقلة الجانبية او قطع اليوكا او تكاثر اليوكا هو شهر 2 او اخر شهر 2، بحيث ان احنا نكون عدينا الشتاء والنبات بقى عنده العصارة بتاعته اشتغلت، وتبقى النبات اتنشط ان هو ينمو. فترة نمو الاساسية هتكون في الصيف، ربيع والصيف، ولغاية الخريف هو الشتاء بس، لان موضوع النمو بيبقى توقف او بيبقى ضعيف. فبالتالي انسب ميعاد هو اخر شهر 2 او بداية شهر 3، ان احنا ناخد العقل من نبات اليوكا. اهم حاجة في نبات اليوكا ان هو محب للمية، بس برضو هنحاسب في لو احنا زارعينه في البيت، لكن برا البيت عادي ان هيبقى الشمس موجودة والمية تنشف. الحاجة التانية ان احنا نبات اليوكا ده بيحتاج تسميد. التسميد ممكن نسميه بسميد بلدي مرة في الشتاء، مرة واحدة بس في الشتاء كل سنة، او ممكن نحط سماد NPK مع كل شهر في الربيع والصيف، ان هي فترة النمو، وفي الخريف كمان ان هي دي فترة النمو بتاعته. النبات ده سهل جدا، وحتى لقيت عقلة مقطوعة منه وزرعتها تطلع، يعني هو يعني يشبه الصبغات في حتة ان هو مقاوم للظروف، ان هو سريع النمو. في حاجة تانية، انها في مصر ممكن نزرع بقى بيت عادي، لكن في الخليج هيتزرع في حتة مظللة، لان يعني الخليج الجو بتاعهم بيبقى حار جدا عندنا يعني في مصر. بس هو نبات سهل ومفهوش اي مشاكل. نرجو ان يكون قد اعجبكم المقطع. لا تنسوا ان تضغطوا على زر الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وضغط إعجاب إذا أعجبكم المقطع، وترك تعليقاتكم. دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.